نتابع معكم في قضية الحكم، وهو التحدي الرابع الذي نتناول الآن. وهذا التحدي لا شك أنه يواجه كل خاطب وكل مخطوبة. أحيانا تثار مشاكل بسيطة جدا لكنها تشكل نسبة كبيرة من القلق بالنسبة للفتاة أو الشاب. الشاب يتقدم للفتاة، يجلسون مع بعض جلسة تعارف، بعدها تسأل الفتاة إيش رأيك؟ تقول والله هو جيد لكن أنا مو مرتاحة. أحيانا نسأل الشاب نقول له ما رأيك بالفتاة؟ يقول والله هي جيدة وممتازة بس أنا ما أعرف ليش أنا ماني مرتاح. طيب هذا الكلام العام اللي قاعدين نسمعه الآن مع بعض، ما هو علاجه؟ كيف نعالج هذه المشكلة؟ لابد أن نضع قانون للحكم، ألف باء جيم دال، وأبدأ أقيم. والله أنا جلست مع الفتاة، أبدأ أناقشها في ألف ثم أقيم ألف، أناقشها في باء ثم أقيم باء، أناقشها في جيم ثم أقيم جيم. طيب سؤالي، ما هو الألف والباء والجيم؟ كيف نحكم نحن على الأشخاص؟ كيف نحكم؟ ولذلك الشريعة الإسلامية عندما نصحتنا في قضية النظر، وخاصة بين الخاطب والمخطوبة، أن الشاب قبل لا يتزوج ينظر إلى الفتاة وينظر إلى ما يدعوه لأن يتمسك بها ويعجب بها، وكذلك الفتاة. في بعض الناس يعتقد أنه هذا الحق للشاب فقط، وهذا مو صحيح. حق النظر للطرفين، مثل ما الشاب له الحق في النظر كذلك الفتاة لها الحق في النظر، فالحق للاثنين معا. بل عند المالكية في مسألة جميلة فقهية ممكن نتناولها مع بعض، أنه لو هذا الشاب في عنده ظروف اجتماعية ما استطاع أن يشاهد الفتاة المرشحة له، يرسل أخواته أو والدته أو أحد أهله وأقرباءه، ولحد الآن ما في جديد. عند المالكية يستطيع أن يرسل رجل آخر يعرف هذا الشاب ويعرف ماذا يحب، فيشاهد هذا الرجل تلك الفتاة ثم ينقل الوصف للشاب فيقبل أو يرفض. هذه يعني مسألة جميلة جدا، وهذه لعل يعني المرونة في المذهب المالكي في قضية النظر، لأنه هم حقيقة أجازوا هذه المسألة من أجل المشروع الكبير وهو الزواج، ولأنه مقاصد الشريعة أحد أهدافها الاستقرار والسعادة. طبعا لا شك أنه هذه القضايا تطرح يعني في العهد الفقهي الأول، اليوم في عصر التكنولوجيا والإنترنت ما أصبح قضية النظر قضية مشكلة أبدا. ممكن الصورة الفوتوغرافية وإن كانت الصورة ما تعبر بشكل رئيسي، ممكن يشاهدها عبر الانترنت، يعني هي مثل هذا الكمبيوتر عندها وتحط لها كاميرا في البيت، وهو كذلك يحط كاميرا وممكن يشوفها وتشوفها. فاليوم التكنولوجيا يعني عالجت كثير من الأمور، بل وغيرت كثير من المفاهيم. أنا كنت من يومين في جلسة فقهية مع بعض العلماء، فكانوا يتكلمون عن خروج المرأة وأن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. فقلت لهم والله يا أخواننا، الآن التكنولوجيا الحديثة غيرت كثير من التعريفات والمفاهيم. حنا سابقا نقول خروج المرأة من البيت لابد بإذن الزوج، طيب مو الآن المرأة وهي داخل البيت تخرج كل يوم، هو الخروج لابد أن يكون من الباب يعني؟ طيب هي مجرد ما تفتح الانترنت وتنطلق عبر هذه القنوات المفتوحة أمامها، طيب هذا خروج ولا ما هو خروج؟ ممكن تخرج عبر الانترنت إلى غرف الدردشة، ممكن تخرج بالصوت والصورة، هذا خروج ولا ما هو خروج؟ إذن هذا خروج. طيب لو امرأة في البيت وأتينا لها بكاميرا كالتي تصورني الآن ونقلناها فضائيا، هذا خروج ولا ما هو خروج؟ هذا خروج، معناها هي داخل بيتها، هي المرأة لم تخرج من باب البيت. اليوم
التكنولوجيا غيرت كثير من التعريفات، ولذلك نحن نتكلم الآن عن موضوع الحكم والنظر. لابد من النظر. إذن المعيار الأول معيار بصري، كيف أحكم على الفتاة تناسبني ولا لا؟ بصر. ماذا يقول البصر؟ العين هل قبلت بهذه الفتاة أم لا؟ الفتاة عينها هل قبلت بالشاب أم لا؟ هذا معيار.